إلى أن رأى والده إمام وخطيب المسجد في المنام وطلب منه التحول للتخصص في العلوم القرآنية. بس لما أشوف أمثالكم صراحة كأنه بشم ريحة بلدي. لا زال ذكرك يا حسين يهز منا القلب هزة، واهتزت الأرض إجلالا لمولده. نستمتع بمعاني القرآن الكريم، فلم تشغلك النغمات على معاني الآيات. واجهة مشرفة هذا الجيل الناشئ لما يقدمه من جهد فعلا جبار. وبعد أن حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية تفرغ لتدريس القرآن وعلومه. بذكره الجراح تطيب.